الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فالمؤمن عليه أن يبادر ويغتنم فرصة وجوده في هذه الدنيا ويسارع إلى في طاعة الله عز وجل رجاء مغفرة من الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسلم رجلين من بني جهينة، وكان أحدهما أكثر اجتهادا من صاحبه، ثم استشهد في سبيل الله عز وجل. عاش صاحبه بعده سنة كاملة ثم مات على فراشه، فرأى طلحة رضي الله عنه الذي مات على فراشه أنه دخل الجنة قبل الذي استشهد في سبيل الله. فلما حدث الناس بذلك تعجبوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ أليس عاش بعده سنة كاملة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك فيها رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس صلى لله كذا وكذا سجدة في هذه السنة؟ قالوا: بلى. قال: لما بينهما كما أبعد مما بين السماء والأرض. فالإنسان كلما أكثر من الأعمال الصالحة كلما ارتفعت درجته في الجنة واقترب من مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى. فالله الله بالإكثار من الأعمال الصالحة والجد والاجتهاد. ومن ثمرات المداومة والإكثار من الأعمال الصالحة أن ينال العبد محبة الله عز وجل في الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من فضل المداومة على الأعمال الصالحة والإكثار من النوافل. أيضا في الحديث أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب له عمله كأنه صحيح ومقيم. إذا سافر وعذر في ترك العمل لسفر أو مرض فيكتب عمله كأنه صحيح مقيم. هذا في فضل المداومة على الأعمال الصالحة، ينال محبة الله عز وجل ويكتب عمله إذا عذر في ترك العمل. أيضا من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة والإكثار من النوافل أنها ترقع النقص الذي يحدث في الفرائض. يوم القيامة ينظر في صلاة العبد فيقول الله جل وعلا، يقول الرب سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل يسد بها الخلل الذي في الفرائض. وهكذا الصيام وهكذا سائر الفرائض، إذا كان العبد مداوم على نوافل وله كثير من النوافل يرقع بها الخلل الذي في الفرائض. ومما يعين العبد على الإكثار من الأعمال الصالحة دعاء الله عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدع فأن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسأل الله الإنسان أن يعينه على طاعته ويكثر من الأعمال الصالحة وحسن عبادته سبحانه وتعالى. أيضا التأسي بأنبياء الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يعين العبد ينظر في سيرة الأنبياء والصالحين، كان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كما أخبر جل وعلا: هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فلما سألته عائشة في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أيضا زكريا لما نادته الملائكة، أين كان لما دعا الله بالولد؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب،
كان يدعو الله عز وجل وكان يكثر من الطاعات وكان يكثر من الصلاة، فجاءته البشرى وهو يصلي في المحراب. هذه من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة والتأسي بأنبياء الله عز وجل والصالحين في الإكثار من الأعمال الصالحة. ويقول القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالإنسان لا يركن إلى هذه الدنيا وتوانى، فيكثر من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا مدة بقائه في هذه الدنيا. وفي سورة العصر يقول الشافعي: لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبقدر الجد والاجتهاد يكون الربح، وبقدر التكاسل وترك العمل يكون الخسران. نسأل الله للجميع الهداية. ويوم القيامة يتراءى المؤمنون كما يرى بعضهم منزلة صاحبه كما نرى الكوكب الغابر، هذا بينهما بون شاسع، هذا جد واجتهد في طاعة الله فتلك منزلته. فالإنسان يشمر عن ساعد الجد، حتى أن المؤمنين يوم القيامة هم من يعض صابع الندم لأنه فرط في طاعة الله عز وجل أو ما أكثر من الطاعة حتى ترتفع منزلته في الجنة. وأيضا صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيكثر الإنسان من الأعمال الصالحة حتى يرتقي أيضا في الجنة. لما سأل الصحابي رضي الله عن ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم بعمل يدخله الجنة قال: عليك بكثرة السجود. وربيعة أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار من الأعمال الصالحة هذا هو المطلوب من المؤمن حتى ترتفع درجته في الجنة ويرافق النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة وينال مغفرة الله عز وجل. فالله بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والإكثار منها، خاصة ونحن مقبلون على هذه العشر المباركة التي جاء فيها أنها أفضل أيام الدنيا هذه العشر. وقال فيها صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أحب إلى الله حتى من الجهاد في سبيل الله، والعمل يعظم أيضا في هذه الأيام ويحب الله العمل في هذه، ويغفل كثير من الناس عن الجد والاجتهاد في هذه العشر ويجتهدون في العشر الأواخر من رمضان، مع أن المحققين من أهل العلم قالوا أن هذه العشر المقبلة أفضل من العشر الأواخر من رمضان من جهة ساعات النهار. فالله بالجد والاجتهاد في هذه العشر إذا أدركناها فلنري الله من أنفسنا خيرا. وقال ابن حجر: والأظهر أن سبب امتياز هذه الأيام عن غيرها من أيام العام لمكان اجتماع أمهات العبادات فيها، فلنري الله من أنفسنا خيرا إذا أدركنا هذه العشر. يذكر أن سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر لا يكاد يقدر عليه من كثرة اجتهاده رحمه الله. فيكثر الإنسان، لا يفتح لك باب من أبواب البر والصلة والإحسان والتقرب إلى الله عز وجل إلا واحرص أن تلج من هذا الباب، خاصة في طوال حياتك وخاصة في هذه العشر التي يعظم فيها العمل ويحب الله جل وعلا العمل فيها. فالإنسان والله لا يحقر ما أي شيء من العمل، ما يدري ما العمل الذي يدخله الجنة. نسأل الله للجميع الهداية. أم حبيبة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، تقول: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنبسة يقول: ما تركتهن منذ أن سمعتهن من أم حبيبة. وعمرو بن أوس يقول: ما تركتهن منذ أن سمعت هذا الحديث من عنبسة. والصحابي الذي بعده أيضا يقول، سالم بن النعمان بن سالم يقول: ما تركتهن منذ أن سمعته من عمرو بن أوس. فكانوا يلزمون العمل الصالح ويجدون ويجتهدون رجاء رحمة الله ومغفرة الله وما عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى،
وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لعلينا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم أصلح لنا النية والذرية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، لما فيه صالح البلاد والعباد وخير الدنيا والآخرة. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لا تبور. اللهم أعظم المثوبة لمن قام على أمن وراحة وخدمة حجاج بيتك الحرام والزوار والمعتمرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.